نروح كمان لخبر متصل. حرس وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا على زيارة هنا بعثة منتخب مصر، ده كان على هامش تحضير يعني الفريق أو المنتخب عفوا للمشاركة في كأس العرب، وتم عقد كمان اجتماع لشرح لوائح البطولة الفنية والتحكيمية والطبية. مين اللي حضر الاجتماع؟ حضروا كل من لاعبي المنتخب، الجهاز الفني، وعقد الجهاز الفني عفوا الإداري كمان بقيادة وائل جمعة مدير المنتخب اجتماع في الوقت نفسه مع وفد الفيفا عشان يطلعوا على كل النواحي الإدارية والتنظيمية للبطولة. فهنرجع نقول تاني أكيد بالتوفيق لمنتخبنا، وإحنا منتظرين منه يعني الكتير إن إحنا نقدر وهيبان بقى الفترة اللي جاية كريم، زي إحنا كنا بنتكلم إمبارح مع كابتن حشيش، هيبان الفترة اللي جاية بالظبط الفكر، هيبان الأداء إزاي على الأرض، فده اللي إحنا منتظرينه بإذن الله.